في الأثناء قال رئيس هيئة التقاعد العامة ماهر حسين رشيد خلال مؤتمر صحفي إن مجلس الوزراء أقر زيادة المخصصات أو زيادة لمخصصات تحسين المعيشة لرواتب المتقاعدين تبلغ 100,000 دينار لكل متقاعد أصيل راتبه 1,000,000 دينار وما دون. أقر مجلس الوزراء مشكور بدعم كبير ومتواصل من لدى دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني ووزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية يوم أمس حضورنا كنا مبلغ زيادة مخصصات تحسين المعيشة للرواتب المتقاعدين في هذا الموضوع بمقدار 100,000 دينار لكل متقاعد أصيل قبل توزيع النسبة على الورثة، وأيضا يشمل الورثة المستحقين عن ما يقل عن 1,000,000، يعني من 1,000,000 فما دون لهذه الموضوع للراتب. هذه المناسبة نزف البشرى لكل المتقاعدين عن هذه الإجراء والقرار اللي اتخذ